الآن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حمدين. مساء الخير أبو سلمان وحياك الله. مساك الله بالخير يا أخوي فهد، ومساك الله بالخير أخوي راكان. حياك الله يا أبو سلمان. ومسي على أبطالنا الكبار أخوي محمد وأخوي فهد، يستاهلون. مساكم الله بالخير يا ابو يا بن جخدب كله. الله يطول عمرك ويسلمك. مساك الله بالنور يا ابو سلمان. مريني الحين ترى غيرنا اسم بن جخدب يا ابو سلمان. وش سميتوه؟ مريني والصياهد. ابرجع لك. مساكم الله بالخير للاخوان المحللين كلهم. مساك الله بالنور. الله يمسيك. وطبعا نمسي للاخوان خلف الشاشات، ولكن انا بزعمي ابو عارف. نعم. مورينو مدرب كورة. أنا بزعمي مورينو هو اللي المفروض لو ترجمت الحلقة أنه يسمونه بن جخدب، ما هو بحقيقة بن جخدب يسمى مورينو. يستاهل. لكن اليوم احنا هنا في حروب تكتيك يا أبو سلمان. لا أنا بعلمك. أنا شدني كلامك قبل شوي، لأن أنا ماني براعي كورة للأمانة، ولكن مورينو أنا متأكد منه. سويت له بحث سريع. مدرب برتغالي على ما أعتقد. نعم صحيح. أنا أعرف أنه مدرب عالمي وأعرف هالأمور، لكن ما أعرف تفاصيله. نعم. لكن هو مورينو بيمسك له فريق. نعم. مضبوط. نعم. ويوصله بطولات. صحيح. لكن محمد بن فهد. نعم. تخيل بما أننا نمثل على الكرة، ماسك فريق بريطاني إنجليزي. نعم. وماسك في نفس الوقت فريق إيطالي، وهذا في الدوري الإنجليزي وهذا في الدوري الإيطالي، ويخلي هذا يأخذ الكأس ويخلي هذا يأخذ الكأس في نفس الوقت. كوفو. هل هذه تعقل يا جماعة؟ لا كوفو يستاهل. يستاهل. الله يسلمك وسلمك يطول عمرك. لا والله هذه صادق. غير عاد اللي داخل في كأس العالم في الشداد، عاد هذا بعد هذا داخل في كأس العالم، هذا عاد أمر ثاني. فحقيقة الإنجاز اللي قاعد يسويه هذا يسطر الآن في تاريخ المهرجانات في الإبل. يسطر له للأمانة. أنا ما أقدر أنك تكون مستضيف مثل محمد بن فهد وتمر الحلقة بدون ما أكلمه ومسي عليه بالخير وأبارك له على الفوز هذا كله، ومبارك حقيقة لأنفسنا أن عندنا شباب سعودي في الإبل بهالقوة، النظر، الجلد، هذا كله، هذا الشغل، هذا كله يبغى له جلد. هذا مو بلعب. هذا ناس تقوم من صلاة الفجر إلى المغرب وهي تحوم تحوم تحوم، تطلع من ناقة إلى ناقة إلى بكرة، وأنتوا خصعد من الأمور هذه كلها. نعم. الله يسلمك ويبقيك. وفيه أمر ودي أحرقه عليك يا أبو عارف. لا أنا طالبك يا أبو سلمان تخليه بعدين. سب انا ودي اعطيك الميوزك يا ابو سلمان. اعطوا الميوزك لابو سلمان. احرق ولا ما احرق يا ابو؟ لا تحرق يا ابو سلمان. لا خل لاخر الحلقه يا ابو سلمان. والله يا ابو سلمان تكفى، والله انا محرقنا الاعصاب لنا ثلاث ايام. تكفى يا ابو سلمان فكنا فيه. والله سبقك بها عكاشه يا ابو همدان. قد طلب ابو عارف ولا نقدر نرد. الله يخليني منك يا ابو سلمان. ابو عارف عنده الاعلام، انزعل علينا سبنا والرضا مدحنا، ما نقدر ما ما بعيدين عن السب ولا لنا عليك درب. والله يا ابو سلمان الله لا يخلي منك الله وجهك. ابو سلمان شهادتك. تفضل ابو فهد. ابو سلمان شهادتك. عفوا من اللي يتكلم لاني ماني بشوف التلفزيون. ومريني والصياهد. ابو سلمان شهادتك اعتزاز وفخر لي. الله يطول عمرك ولا يخلينا منك، وانت ساس النجاح وساس العلوم الطيبه كلها، جعل عمرك يطول يا ابو سلمان. الله يحفظك. ابو فهد من الرجال اللي محركين اقتصاد الإبل للأمانة. صحيح. محرك اقتصاد الإبل، عنده مبيعات ومشتريات سنوية بمبالغ كبيرة جدا جدا جدا، بغض النظر ترى عن المالك الكبير عمير، وبغض النظر عن المالك الكبير دبوس الدبوس، هو عنده مشتريات ومبيعات ورجل وسط يحرك الإبل بقوة. وعلى فكرة سبق وان التقيت من 3 سنين تقريبا، التقيت في أخوي محمد بن جخدب. نعم. وكان حاب أنه يدخل في عالم الإبل، وكان يقول نشوة الفوز أنا بدخل ونافسهم، ونصحته نصيحة قلت له والله هذا شيء راجع لك يا أبو فهد، ولكن الملاك عندنا ولله الحمد كثر، لكن الناس، اللاعب الوسط، هذا اللاعب الوسط اللي يوفر الإبل
ويجيبها ويأجر ولا يبيع ولا هذول لاعب الوسط هذا غير موجود بكثرة، هذا مو موجود بكثرة وبقوة. إن قدرت تركز على مركزك يا أبو فهد ترى هطيب، بتدخل صاحب صنعتين كذاب، إن دخلت مالك ودخلت تبيع على أهل النوادر، وبعض الأوقات تكون مدرب لبلهم، لأن احنا الحين نسميهم مدربين للأمانة، اللي قاعدين نشوفها اليوم في نخبة النخبة هذا مدرب، هذا هذا هذا, هذا يستورد من 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 بلد يوقع معها عقد يجي للسعودية خصيصا يخلص هالفترة ويطلع. للأمانة لو انه كورة كان وقعوه، جابوه من البرازيل، من امريكا، عفوا من اوروبا، من اي مكان، وجابوه عندنا. لكن الحمد لله ان هذا النوع من الرياضة هذا احنا اللي مستولين عليها في دول الخليج بالذات، فاحنا اللي نملكها ونملك رجالها عندنا. فهذه يبغى لها مدربين كبار، يبغى لها ناس لهم باع كبير في هالمجال ونظرة وعندهم تكتيك. هذولا يا طويل العمر تراهم يلعبونها مثل الشطرنج بالضبط، مثل الشطرنج هذه. فهذولا ناس ما يستهان فيهم أبد أبد أبد. أنا أرفع لك العقال يا أبو فهد، ولا يهون أخوي فهد، ولكن أنت بالذات يا أخوي محمد السنة هذه سويت شيء حقيقة عصفت في الصياهد عصف، يعني كنت فاتح جبهتين في نفس الوقت في نفس الوقت. انا احييك عليها حقيقه، انا احييك عليها، ولا هو بتقليل من اي احد، ولا هو بتقليل من الناس اللي اخذت المراكز لا الثاني ولا الثالث ولا غيره، لان هذول بيجون يستاثرون لك في السنين القادمه، ما هو بتاركينك. ولكن احنا نتكلم بفعل ناس فعلت فعلهم السنه هذه. بيض الله وجهك يا ابو فهد، وهذا المقبول فيك. الله يحفظك ويسلمك. شاكر وقدر، الله يحفظكم على وقتك. يعطيك العافيه الشيخ فهد بن فلاح بن حثرين، رئيس مجلس اداره نادي الابل، على هذه المداخله.